نتحدث قليلا عن مبادرة ائتلاف النصف فيما يتعلق حل الأزمة السياسية، وهي الاستناد للمادة 64 من الدستور العراقي. أنت تعلم أنه وفق هذه المادة يحل البرلمان عن طريق الأغلبية المطلقة أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وهذا يعني بأننا سنعيش فراغ دستوري. لا، لدى الإطار التنسيقي قلت لك، وهذه أخصها لقناة التغيير، وممكن أن يكون هذا أشبه بخارطة طريق للمرحلة المقبلة. أولا، في المادة 12 و11 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يمكن للنواب أن يجتمعوا ويعقدوا جلسة، هذا إن لم يحضر الديمقراطي الكردستاني وإن لم يحضر السيادة، يعني لم يحضر رئيس البرلمان ونائبه الثاني، وممكن أن ينتخبوا نائبا أولا للرئيس باعتبار أنه هذا المكان فارغ، وبعدين النائب الأول هو سيعمل عمل المجلس، وهناك أمور ممكن أن يستجوب رئيس الوزراء، وممكن سحب يد رئيس الوزراء، وممكن تغيير رئيس الوزراء بسحب يده. يعني هذه كلها أمور قانونية لم يستخدمها الإطار التنسيقي إلى الآن، ولم يستخدم أوراق الضغط إلى الآن. لحد الآن هو اليوم في طور الحوارات وطور الإدارة الداخلية بين الكتل السياسية وبطور المساجلات السياسية فقط. أما عن كل المبادرات، كل الكتل السياسية مما بينها، يعني كل، لا أقولش كل، لما نقول كل يعني الكل متفقين على حل البرلمان، ولكن حتى السيادة كان لهم رأي. يقول لك إحنا اليوم الشيعة محافظين على مركزهم وهو رئاسة الوزراء، والأكراد محافظين على مركزهم وهو رئاسة الجمهورية، السنة سيفقدون مركزهم بفقدانهم رئيس البرلمان، وممكن أن تطول فترة انتخاب رئيس البرلمان، ممكن أن تكون سنة كاملة لله تتهيأ للانتخابات، فهذا الفراغ ممكن أن يؤدي أيضا إلى ذهاب زعامات من السنة. هذا الأمر خلي أهم أقول ليش، هناك اتفاق داخلي أيضا من السيادة ومن الديمقراطي، هم ما عندهم مشكلة، لكن يريدوا أن يحققوا الطرف الثالث وهو إرضاء السيد الصدر، وكل الأطراف من بينها الإطار التنسيقي هو أيضا يريد أن يحقق رغبات السيد الصدر وطلباته، حتى ما يزج الدماء في الشارع وحتى ما تكون فوضى في الشارع. ولهذا السبب جميع الأطراف السياسية هي تمشي في خطى حذرة دون الزج ودون الكسر مع الأطراف الباقية.